ثم بعد ذلك بعد حوارات طويلة توصلت اللجنة الدائمة لإدارة الحوار الليبي إلى مقترح من مقترحات، وكانت هناك مبادرات كثيرة قدمت إليها ما يقرب من 50 أو 60 مبادرة، فاختارت منها واحدة وجدتها هي أحسن المعروض، وعرضت على العلماء ومجلس البحوث ونظروا فيها فوجدوها جديرة بالدعم وبالدعوة إليها، لأنها تقوم على العدل وعلى الإنصاف وعلى يعني تكافؤ الفرص بين الليبيين جميعا، لأن فحوى هذه الدعوة وهذه المبادرة هي أن جميع الحكومات الموجودة والمجالس الموجودة الآن كلها تتخلى ويختار بدلها مجلس آخر تشريعي أعضاؤه يختارون من أكثر الأعضاء أصواتا في الانتخابين الماضيين، انتخاب المؤتمر الوطني العام وانتخاب البرلمان بتاع طبرق. يعني الأعضاء الموجودون والحكومات الموجودة، حكومة الثني وحكومة التوافق وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني، كلهم يستقيلون ويتركون المجال لأنهم أصبحوا محل خلاف ونزاع وشقة وفرقة بين الليبيين، ويختار مجلس جديد تتساوى فيه الفرص أمام الجميع.